رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وزي ما وعدناكم في الأول أنا ودياب إن احنا هيبقى عندنا فقرة رياضية كالعادة يوم يعني الثلاث بتبقى موجودة معانا أكيد مع شوقة الجماهير كرة القدم. بس تصادف بقى إن امبارح كان في ماتش الزمالك والأهلي، والأهلاوية زعلانين شوية كتير والزملكاوية فرحانين شوية أكتر وأكتر 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 علشان اللقاء اللي كان امبارح وجمعهم واللي انتهى بفوز نادي الزمالك 2-1 على نادي الأهلي. بس مع مراعاة انا قلت فاكت طبعا قلتش حاجه خالص، مع مراعاه ان الاهلي طبعا لعب 11 مباراه والزمالك لعب 13 مباراه، هذا الفوز بيصب في مصلحه الزمالك لانه جاي في وقت مهم للفريق اللي كان بعيد جدا عن المقدمه، بجانب انه بيصب ايضا في صالح بيراميدز لانه عطل الاهلي. ده اول فوز للزمالك على الاهلي في الدور الاول من 21 سنه. خلينا نتابع تفاصيل وكواليس اللقاء الفنيه مع الاستاذ وائل سامي الناقد الرياضي بروزا اليوسف. مرحبا بيك وصباح الفل. صباح الفل عليكم وعلى الساده المشاهدين، واسف ان صوتي اتحش شويه عشان عندي كنت بتشجع في المباراه؟ لا يعني ولا زعلت من المباراه؟ لا لا ما بزعلش، ما بزعلش. مستنيينك من اول الساعه 8 واحنا مستنيينك عشان تحسم الجدل ان شاء الله. ان الخناقه اللي ما بيني وما بين دياب من غير خناقه، ده كفايه السوشيال ميديا يعني، ده لوحده قصه ثانيه. خلينا ناخد الموضوع من الاول، ايه رايك بقى المباراه من الناحيه الفنيه؟ بص خلينا طبعا نقول في الاول مبروك لنادي الزمالك، فوز فوز مستحق، وهارد لك طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره. لو هنتكلم عن النواحي الفنيه، المباراه بالنسبه لي انا متوسطه من الناحيه الفنيه، ما هياش قويه، هي ممكن تكون قويه من الناحيه البدنيه وبالذات من ناحيه لاعب الزمالك الحقيقه اللي تفوقوا على انفسهم امبارح. وانا الصراحه من بدايه المباراه كده لما شفت تشكيل الفريقين سواء الاهلي او الزمالك انا توقعت هزيمه الاهلي، واغلب جمهور الاهلي توقع ذلك، واغلب جمهور الزمالك توقع كان متوقع ان الزمالك هيكسب امبارح بسكور كمان بسكور. بالمناسبه الاهلي طبعا عنده غيابات كبيره جدا ومؤثره، امام عاشور ومروان عطيه، حسين الشحات، برستاو، دي عناصر مؤثره جدا حقيقه في النادي الاهلي وعملت فرق حقيقه في اداء الفريق. الزمالك برضو كان عنده غيابات، اوباما وشيكابالا، ودول برضو عناصر مؤثره. وفي بدايه المباراه اتعرض لازمه كبيره جدا وصدمه كبيره جدا، وهي اصابه اهم لاعب في 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 التيم احمد سيد زيزو، ورغم ذلك الفريق تماسك وما انهارش، رغم ان كانت اغلب الاراء بتقول او اغلب المتابعين كانوا بيقولوا ان الزمالك هينهار بعد اصابه زيزو وخروجه في الدقيقه 17، يعني تقريبا اول ربع ساعه الزمالك بيفقد احد اهم لاعبيه على الاطلاق، ورغم ذلك لم ينهار وتماسك وكمل المباراه، نتيجه ان مدير فني الزمالك مستر جوميز حقيقه حفظ لعبته ودخل المباراه بشكل جاد على عكس المنافس بتاعه مستر كولر اللي انا شايف ان هو استهان شويه او استهون شويه بالمباراه. هو يتحمل نتيجه الخساره 100%، وهناك طبعا اخطاء فرديه من قبل بعض لاعبي النادي الاهلي، زي مثلا العصبيه اللي شفناها على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لاعب كبير ولاعب منتخب مصر ولاعب دولي ومرشح ان هو يلعب يحترف في صفوف اكبر الانديه في اوروبا، ولكن كان اداؤه بيشوبه عصبيه غير مبرره. يعني الفتره الاخيره بقى هو ده المعتاد من عبد المنعم، وده امر غريب جدا. يعني اقول لحضرتك السبب بدون ما حد يزعل مننا، النادي الاهلي كان عنده مدير كوره متميز جدا اسمه كابتن سعد عبد الحفيظ، ده لا يقلل على الاطلاق من مدير الكوره الحالي كابتن خالد بيبو، نحبه ونقدره كلاعب، ولما كان ماسك قطاع الناشئين في النادي الاهلي سعيد كان ذو شخصيه طبعا قويه طبعا مع اللاعبين، الحزم والحسم مع اللعيبه النجوم ده امر واجب ضروري، مفيش كلام تاني. وطبعا ده اثر بالسلب، غيابه اثر بالسلب على اداء وعلى غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي. صحيح مغلقه وبعيده عن الاعلام، ولكن في كواليس وفي مشاكل بتحصل مفيش كلام من اللعيبه طبعا، مفيش شك مفيش كلام. خلينا نرجع للفنيات، مستر جوميز حقيقه لعب بطريقه متوازنه سواء على من الجانب الدفاعي او الجانب الهجومي، وهو عنده كده مثلث معتمد على دايما على الصفقات الجديده، خاصه عبد الله السعيد واللاعب الواعد احمد حمدي وناصر ماهر. بالمناسبه الثلاثه دول صنعوا الفارق امس، وقبل ماتش الاهلي الماتش اللي قبله كان ماتش الاتحاد السكندري برضه عملوا مباراه كبيره جدا، والزمالك عمل ماتش كبير جدا في ماتش الاتحاد السكندري وكسب 3-0، ماتش كان سهل وسلس كده وماتش ممتع.
جوميز رجع الزمالك للسابع عهده. انا من 10 سنين مثلا ما شفتش ماتش حلو. انا كنت بقول للزمالك يعني في المقدمه اللي هو يعني الزمالك الميزه طبعا المكسب وكل حاجه ده حاجه حلوه قوي، بس الميزه اللي رجعت للزمالك ربما هي على المستوى النفسي طبعا اكبر بكتير طب. من المستوى يعني هي طبعا الكره جوان طب دي حقيقة، بس انا برضو عايز اروح لنقطه معينه. هل الزمالك كسب الاهلي عشان هو افضل فنيا وعشان خاطر هو مستر جوميز قرا الماتش كويس، ولا عشان خاطر الاهلي كان ضعيف والتشكيله اصلا من قبل ما نبدا واحنا نازلين نخسر الماتش؟ يعني انا دايما الناس بلاش انا الناس قالت ان مستر كولر قدم المباراه للزمالك على طبق من ذهب. دي حقيقه. لو جينا بصينا شفت لو حضرتك شفت الشوط الثاني الاهلي نزل مختلف تماما، واعتقد انه لولا يعني الباد لك اللي كان موجود للاهلي في الشوط الثاني اعتقد ان ما كانش دي النهايه اللي هتحصل. هو الباد لك هو كان امبارح يعني احنا شفنا يعني هجوم كان يعني الزمالك اختفى تماما الشوط الثاني. حضرتك صحيح، ولكن برضو ما تخلناش نقلل من المجهود. لا مش بقلل، انا بسالك يعني هل انت شايف ايه؟ انا عايز اوصف اللي عمله الزمالك امبارح. الزمالك امبارح كان في ماتش كفاح قدام النادي الاهلي، وكفاح دي برضو ما يقللش من المجهود والتكتيك والتفاصيل دي كلها. كفاح ده مهم جدا في كره القدم. الزمالك من سنين طويله ما شفتوش بيلعب لغايه الدقيقه 90 نفس الروح الاصرار دي، نفس الروح بنفس الاصرار، مصمم على الفوز، ما انهارش. بروحك احمد سيد زيزو خرج الفريق متماسك لغايه اخر دقيقه بيلعبوا ومصممين. لما الاهلي شويه كان في كده فبرضه فضل متماسك ما خرجش عن اعصابه. خلينا يعني لا يعني التحكيم ما كانش يعني مش عايزين نظلمه برضه عشان نديله برضه حقه. كان في شويه اعتراضات ومن قبل المباراه بالمناسبه. الاعتراضات ما خرجتوش عن الفورمه يعني اللي حصل تحكيمية. بس ما في امس والله يا اغلب الخبراء التحكيم اللي اتكلموا امبارح اتكلموا ان الحكم كان متميز وما ظلمش الزمالك، ما جاش على حد لصالح حد يعني. تمام، دي نقطه مهمه لازم نوضحها. لا هو بعيد، انا ما قصدتش ان التحكيم على فكره، لا انا قصدت ان كان في حاله من الاعتراض على بعض من قبل المباراه وجوه المباراه حصل مجموعه من الاعتراضات. الاعتراضات دي ما قللتش من اداء الاهلي وما اثرتش على اداء الزمالك. دي حقيقة. ودي كانت والمباراه المهمة. خرجت لبر الامان بالتحكيم المصري اللي طبعا بكل ثقتنا فيه في الفتره اللي جايه وبندعمه بكل قوه، لان طبعا ده اسم مصر وصوره مصر طبعا في المحافل الدوليه. لو هنرجع برضو للفنيات كولر اخطا من البدايه زي ما حضرتك لسه قايل في التشكيل. انا قلت لحضرتك ان انا ما شفت تشكيل الاهلي توقعت ان الاهلي هيخسر. اولا انت كهربا بره ومصمم على مودست. مودست انت مودست في تشكيل الاهلي كده انت الاهلي بتلعب ناقص واحد صح، ده ما فيش كلام تاني. مصمم عليه وده برضه علامه استفهام. بس مش معروف ايه سبب اصراره على مودست، لان هو صاحب يعني صاحب قرار التعاقد مع الصفقه، فالطبيعي ان هو يثبت بالظبط ويدافع عنها. بس انت ليه مصمم على ده؟ لان مودست في ماتشات كتيره قوي فشل في اثبات نفسه وسنه كبير ومش قادر يجري. فانا لاعب الكوره معروف ان هو لياقه وتفاصيل كتير مش موجوده في مودست كان زمان. النهارده انت راجل سنه كبير مش قادر يدي زي الشباب اللي حواليه. فانت عندك كهربا، وكهربا انت مفيش ماتش اهم من ماتش الزمالك تكون انت كنادي الاهلي محتاج فيه الكهرباء. كهربا كان هيدي حماس للعيبه الاهلي، ده ما حصلش. نزلته في اخر المباراه ما استفدتش منه. في نفس الوقت قفشه امبارح رضا سليم، انا عايز اعرف ليه رضا سليم ما بداش مباراه؟ يعني رضا سليم بقاله فتره من الفترات بينزل بيغير اداء الملعب وبيخلق مساحات قويه جدا، دي حقيقة. ما بداش مباراه دي حقيقه. ونفس الكلام اصراره برضو على الاشراك طاهر محمد طاهر، وكان عنده رضا سليم وكان بره برضو وسام ابو علي من بلاد احمد عبد القادر نزل صنع الفارق بمجهود فردي كان هدف وكان هيجيب كمان يعني. دي حقيقه كان ممكن الاهلي كانت المباراه لغايه اخر لحظه اكيد الجمهور كان متعلق ومش مش مش متوقع مين برضو اللي هيكسب، الزمالك هيكمل فايز او الاهلي هيتعادل. فالمباراه كانت في مجملها كانت مثيره ومجنونه. انا عندي فضول للسؤال، هل ممكن فعلا مدرب الاهلي يغير من اختياراته وتكتيكاته بعد امبارح؟ طبعا، لان هو لو ما عملش ده وما صلحش اخطائه وعالج السلبيات دي الاهلي عنده ماتش مهم جدا يوم مزنبي.
عنده ماتش مهم جدا السبت الجاي ان شاء الله الساعه 3 عصرا في امام مازيمبي الملعب ماتش مهم جدا جدا وفريق يعني هو لو ما لحقش اليومين دول اعتقد انه ممكن الاهلي يكمل بروح اقل شويه في الاداء لو استمر الحال على لو استمر لو استمر بنفس اللي ده هيخسر مفيش كلام لازم يغير لازم يغير اختيارات فرق جدا طبعا ولازم يصالح جمهور النادي الاهلي ده مهم جدا مهم جدا لازم يصالح جمهور النادي الاهلي وجمهور الاهلي مش هيتصالح غير لما الاهلي يكسب يعمل نتيجه ايجابيه على الاقل قدام مازيمبي في الماتش يوم السبت على الارض انا عايز اسلط الضوء يعني اخيرا كده عايز اسلط الضوء على لقطه صراحه كانت هي الاسوء على الاطلاق في المباراه بعيدا عن المكسب وبعيدا عن الفوز احنا شفنا في الدقائق الاخيره حامل الكرات وهم بيخبوا الكرات عشان خاطر يضيعوا وقت مشهد رجعنا تاني للستينيات والسبعينات ان الكره لما تطلع بعيد خالص ما حدش يلاقيها تصرفات يعني ناس كتيره طلعت قالت ان هم كانوا بتوجيهات من اداره الزمالك وان حامل الكرات بياخدوا الكره دي بعيدا عن الاهلي والزمالك والله يعني بعيدا عن الانتماءات تماما يعني كان المشهد ما كانش الطف حاجه يعني ف يعني ايه ردك او ايه انت شفت الموضوع ده من وهل هي تصرفات منفرده ولا لا هي كانت بتوجيهات من الاداره فعلا لا مستحيل مستحيل ان تكون منفرده وعموما الاهلي اعترض على هذا الامر بالامس والموضوع ما زال محل تحقيق ولكن هنقول ان الاداره سبب اداره نادي الزمالك ما اعتقدش تصرفات فرديه من بعض الاطفال اللي كانوا حاملين الكرات خليني اقول لك ان الزمالك كان فعلا بحاجه لهذا الفوز جمهوره كان بحاجه لهذا الفوز الزمالك من زي ما حضرتك قايل من 21 سنه ما كسبش النادي الاهلي في ماتشات الدور الاول وكولر كسبان الزمالك في اخر اربع ماتشات قمه كده هم اصبح متعادلين مع جوميز بالمناسبه جوميز كده خسر قدام كولر الماتش اللي فات ماتش الكاس وكسب ماتش في الدور الاول كده هم متعادلين فكون ان الزمالك يستعيد نغمه الفوز على النادي الاهلي دي بشكل عام حاجه كويسه للكره المصريه صح هي بتصب في امر صحي وضع طبيعي الزمالك نادي كبير قلعه رياضيه كبيره جدا جمهوره كبير جدا ويستحق يفرح انا قلت ان احنا قلت ان احنا محتاجين على فكره بغض النظر عن اهلاوي او زملكاوي احنا محتاجين استعاده الكره المصريه بشكل كبير خاصه ان احنا بقى عندنا دول كتيره عندها نوادي وبتعمل لعبه حلوه طبعا فاحنا محتاجين نرجع اللعبه الحلوه طبعا. بتاعتنا بعيدا عن التعصب طبعا في دول كتير سبقتنا حقيقه يعني اقل مننا وسبقونا فاحنا بنعمل ان شاء الله المرحله اللي جايه ديت طبعا مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله بيكون في تطوير لمستوى منتخب مصر والكره المصريه طبعا اهلي وزمالك انعكاس للمنتخب عشان نشوف ده عشان كده بقول لحضراتكم انا كان يهمني ان الزمالك يكسب برده عشان ده بيصب في مصلحه الكره المصريه دي حقيقه يعني الف 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 مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي وجماهيره بشكر حضرتك جدا نورتنا شكرا يا استاذ وائل سامي الناقد الرياضي بيروز اليوسف شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا يا فندم مشاهدينا الكرام بقى بكده يعني بالفقره الحلوه دي والتاكيد على يعني فوز الزمالك وهزيمه الاهلي بنصل لختام حلقتنا النهارده ولكن اعتقد ان هنقول تاني لا خلاص بقى ما احنا انا قلتها عشان خاطر ايه ما تقولهاش تاني عايز اسمع طب ماشي خلاص احنا بنهني طبعا جماهير نادي الزمالك وهارد لاك للنادي الاهلي وخلينا نشوف مباراه ان شاء الله يوم السبت نشجع كلنا بقى نادي الاهلي ان هو فعلا يحقق فوز مستحق يبقى يعني ان شاء الله موفق فيه وكلنا هنشجعه ويوم الاحد هنشجع الزمالك برضو كلنا علشان فعلا احنا محتاجين نستعيد ده احنا كده يعني كده كل حلقتنا انتهت ولكن فقرات برامجنا في صدى البلد والوجبات الدسمه المعتاده في صدى البلد مستمره اعتقد عندنا احنا معانا عندنا النهارده الكابتن احمد حسام ميدو هيبقى انا وهو وهي بس مش لوحده هو هيبقى معايا زوجته فهنتكلم بقى هنتكلم انا وهو وهي بقى نشوف احمد حسام ميدو بشكل مختلف مش المشاغب ومش يعني في البرامج وكلاعب او كمدرب لا احنا هنشوفه بقى كزوج مع زوجته كمان هتبقى معانا في برنامج صاله التحرير ايضا الدكتوره هدى رؤوف الباحثه في الشان الايراني هيبقى حديث كبير مع زميله عزه مصطفى على ما يحدث في الساحه الاقليميه والصراع الايراني بعدها ان شاء الله هيبقى معانا كمان اللي احنا دايما بننتظر حلقاته مع الاعلام الكبير الاستاذ احمد موسى لواء سمير فرج هيكلمنا عن حاجات كتيره جدا بقى احنا محتاجين
عايزين نعرف الوضع الأمني في ظل هذا الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، واللي طبعا الشرق الأوسط هو محل ليه أو مسرح لهذا الصراع. بعدها هيبقى معاكم بقى نجم الزمالك الأسبق الكابتن نادر السيد في الماتش مع هاني حتحوت. يعني زي ما فاتت قالت وجبات دسمة، واحنا خلال ننهي برنامجنا تاني فقراتنا انتهتنا، اتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم. لقائنا متجدد كل يوم الساعة 8، فلا ان نصل ولا ان يتجدد اللقاء مرة تانية. الى اللقاء، شوفوا على خير.